مستوطنات الضفة الغربية. وبسبب الوضع الإسرائيلي الفلسطيني الحالي المتدهور، هناك المزيد من الإسرائيليين يشاركون في التدريب للحصول على ترخيص لاستخدام الأسلحة النارية، لذلك زادت مبيعات البنادق في المتاجر المحلية. الآن مزيد من الأشخاص يريدون الحصول على ترخيص لاستخدام الأسلحة النارية وشراء بنادق. قال عديد من الزبائن يأتون لشراء الأسلحة النارية، إنهم يشترون بندقية لمجرد الحفاظ على سلامتهم. السبب الوحيد الذي يدفعني لشراء السلاح هو الأمني. ردا على سماح إسرائيل لليهود المتطرفين بدخول المقدسات الإسلامية في مدينة القدس الشرقية، شهدت الضفة الغربية والقدس الشرقية مزيدا من الهجمات ضد الإسرائيليين، حيث اشتبك الجيش الإسرائيلي والمستوطنون مع الفلسطينيين المشاركين في المظاهرات.